سؤال تحد عليكم أن تبحثوا عن طريق أوسع وعن إمكانية أرحب للتعايش والتواصل والتشارك والتناغم والتراسل، وليبقى المشترك الأكبر بيننا هو اختلافنا. فيينا اليوم أيها الإخوة الأفاضل تعيد اكتشاف ربما، لكنها قطعا وحتما تعيد تكريم محمد أسد. أن تفعلها فيينا ربما كانت أول عاصمة غربية تسمي ساحة من سوحها أيها الإخوة باسم مفكر وعالم مسلم شهير. والسلام عليكم ورحمة الله. وراح يضعوا كمان لائحة اسمه حياته وتاريخه. طبعا سيكتب انه اصله اسمه الاصل ليوبولد فيس تاريخه. سيكون رهيب لو استطعنا ان يذكر الاسم في كل أبان رايح وجاي. كم محطة يعني؟ كم محطة؟ إن شاء الله. تتخيل لو أن مثلا مسلما بحول دينه كيف سينظر عليه عنا؟ بالعكس، هذا لن يعاد اكتشافه، سيعاد رجمه ولعنه باستمرار إلى أبد الأبدين. لكن هذه المجتمعات هذا افترق دينه وما صارش مثلا أي مسيح ويهودي، لا صار مسلم. الدين اللي فيه خلافات وإشكالات تاريخية مثلا يعني إيه بينه وبين هذا الغرب، ولكن مع ذلك ناس عندها فعلا ساعة أخرى سبحان الله انها تعيد اكتشافه وتعيد تكريمه ايضا ورد الاعتبار اليه بشكل شيء يعني يثير فعلا ايش الوقفه. فمعناها احنا ايش الان التحدي بالنسبه لنا علينا ان نبرز قدرا اكبر احنا بالتالي من التسامح والتفاهم يا اخي كمسلمين. لكن احنا مردنا يعني او تعودنا على ان نعيش دائما كضحيه، احنا ضحيه ويتامر علينا وهناك تحيز ضدنا. يبدو اننا الان متحيزون ضد انفسنا اي بالانغلاق والجمود. احنا متحيزين ضد انفسنا فعلا. يعني خطوه زي هذه تتطلب استجابه منا. وجاء محمد أسد رحمه الله تعالى ليبرهن بحياته وفكره. بارك الله فيكم. السلام عليكم.